أهلا يا شباب، السلام عليكم. النهاردة 8/2، الحرارة تقريبا 32 أو 33، مش عارف. احنا في الشتا يعني، بس الواحد ماشي في قوم وبيعرق. ده مشروع اسمه سكان مصر، في التجمع. النهاردة رايح الجيم، عندنا اجتماع الساعة 3 المفروض، ونسيت ان كان في اجتماع، بس دلوقتي الساعة 1:15. عايز واحد مرة بدري شوية النهاردة، بس نسيت. بس يلا، هي مش النهاردة، هعمل شوية فيتنس كده بسيط يعني، ان شاء الله مش مرة بقى جيم عادي. لقيت انا مش بوكس اصلا، عايز اعمل بوكس، فالنهاردة فيتنس بوكس، واشوف كده الحياة فيها ايه. بس الدنيا النهاردة كويسة يعني، في ناس كتيرة. السلام عليكم. الحمد لله. فاشوف بقى في ايه كده، وربنا يسهل. النهاردة في الجيم ان شاء الله بكرة. يلا سلام. عشان في اجتماع، والاجتماع الساعة 3، دلوقتي الساعة 2:00 تقريبا، مش فاهم، شفتش الصوت بتاعها وكده. فعشرة كتير يعني، يا دوب شفت خلاص. بس اشتغل بقى، تمرين احسن مفيش. احسن مفيش. عندنا في يعني شفت بقى في التمرين ان شاء الله، بعد ما اغير. We'll be right back.
عشان بس معاد ال عشان سويا معاد ال اثنين نص ساعة صعب 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 اسمي بلال عندي 14 سنة وعايش في مدينة نصر وبروح من كامبريدج سكول مدرسة في التجمع وبتمرن في الجيم عشان أكل جامدين 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 أوي جامدين كسبش كام ده كام؟ بس عملنا إيه النهاردة؟ عملنا النهاردة حاجات للبنش وحاجات للبط واتمرنا بلانك بيتش ومع بيتش بيتش ما عارفينش بس مو اوبا تمام اسمه اوبا عارفين تمام اوبا بتاع الجمباز عملنا حاجه ان شاء الله بس ما مشيناش بس عملنا اول حاجه خالص سبايد هي مش بدر قوي يعني هي ممكن تقول عليها كاو مش بدر قوي يعني بس مش ماشي عملنا حركه سوبرمان دي عملنا سوبرمان هو بلال دي النهارده تالت مره بس ان شاء الله هتبقى كويس يعني وعملنا سكوات عملنا سكوات بين ورا بالدمبل عملنا 20 عده كمان الاول بس سكوات اول مره جه فيها عملنا سكوات كان بجسمه بس ما كملش 5 عدات ونقع تاني مره اتطورنا شويه دلوقتي النهارده ما شاء الله عملنا بوزن عملنا 20 عده فتقدم كويس عشان خلاص انا كده النهارده خلاص كده اصلا خلاص اخر شيفت خلصت اهو وفي دلوقتي هطلع اكل كده وجبه الاخيره واروح ان شاء الله انا اكلمكم بقى في الطريق او لما اروح او اي حاجه خلاص بس السلام عليكم السلام عليكم يا جماعه دلوقتي ليا في اتنين لازم نشوفهم في البلوج ما ينفعش البلوج تخلص ما تكونش لازم معنا اول واحد اوقف الطحين ايمون ازيك الشيب عامل ايه الحمد لله الشيب تمام ماشي الشيب الحمد لله ازاي الفل تمام الفل لا فيديو عادي فلوج فيديو عادي طيب هو لسه هينزل ان شاء الله يوتيوب النهارده ربنا يسهل هينزل فين يوتيوب 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 خد بالك من يوتيوبك هو واضح ان هو اتصدم فانا بقى نشوف الكابتن الثاني كابتن الكابتن المدمر كابتن محمد طب بص يا جماعه اصلا كابتن محمد عشان هو بس البطوله كمان يعني كام يوم فهو الحياه صعبه يا جماعه مش واخدين بالكم فلازم نبص نشوف هو الدنيا عامله ازاي ودلوقتي بنفرج على تمرين البطن عايز كابتن محمد خلي بالك خلي بالك كابتن محمد طيب فاحنا يا جماعه جايين في وقت مش مظبوط الصراحه هو بيتمرن واحنا يعني يعني قاعدين بنضايقه بس كده انا استنيت الساعه 1 الا ربع ما اعرفش اتاخرت جدا بس طبعا الساعه كده خلاص هو اخش صغير ونلحق نطير عشان بقى نشوف حياتنا كده نروح ننام اي حاجه الشعر اللي واقف لوحده ما اعرفش عايز ايه صعبه خالص يا شيخ بس يا جماعه والحياه جميله خالص بص ده تمرين اسمه بلانك ده بقى تمرين اسمه جلوس تربيع ولا مش فاكر اسمه لسه والله مش فاكر والله راشن توست راشن هيعمل راشن توست المفروض دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله شوية كده وانا بص واقف ازاي شايف كاتو يعني جو حر يا جماعة المفروض بقى المفروض شوية اتنين بيقولوا بقى سيت او كده بقى الحرارة 32 مش كده يا جماعة مش كده انا جاي نص كم وراح نص كم ان شاء الله فلا يعني لا مش كده خالص وكابتن محمد بيخلص تمرين ده راشن توست بقى بس يعني اهو شايف كمان ايه ادفانسد فاهم حاجه يعني خطيره خلي بالك امال انا بسيط يا مش عارف ناخد الموضوع بسهوله خالص والحقيقه الدنيا مش كده خالص يا جماعه الدنيا مش كده خالص يلا احنا فاكر النهارده بضحك شويه دلوقتي وبتاع وربنا يسعدك يا اخي الرحيم بس ده كل حاجه دلوقتي ان شاء الله والف الف مبروك خلاص كده خلصت روحت لسه ماشي من الجيم
بس على فكرة اتأخرت النهاردة كتير. النهاردة المفروض مش الساعة 12، دلوقتي الساعة 1:10، كنت متأخر الساعة 10 دقايق، بس قشطة. قعدت شوية مع صحابي وبتاع مش ايه، بس نروح وان شاء الله بإذن الله لما اوصل البيت ان شاء الله بقى هوريكم فيديو كمان اخيرة، قصدي فيديو كمان صغير شطة صغيرة كده، وان شاء الله على ايديك النهاردة وخلاص بالليل. معرفش بقى هعرف اشغلها النهاردة ولا بكرة الصبح، ربنا يسهل بس اعرف اعمل ايديت كويس فيها وخلاص. يعني الجو حر قوي، بس تخيل انا كنا يعني ده كان تاني مرة اروح فيها هاجي نص كم واحد نص كم، فاهم؟ الجو حر بالزيادة يعني. بس يلا شوف بقى لما اوصل مكان ان شاء الله البيت كده انا طالع عليكم الدنيا عندنا هادية قد ايه بالليل. الحمد لله وصلت التجمع لسه نازل زي اللي هو في الميكروباص، الدنيا هادية مفيش اي حاجة خالص، بس ده مشروع اللي قلتلك عليه الصبح مش هيبان، هو مش كبير جدا اساسا، ده واخدين كذا موقع في المكان هنا كبير قوي يعني، في هنا كل المساحة دي كلها قدام خالص لحد ورا هناك قدام خالص، وفي مكان تاني يعني في عماير بعد كده فيها وراها مكان واسع جدا اكبر من ده برضو، فيه المشروع ده شغالين فيه وما شاء الله شغالين فيه بسرعة جدا، مباني يعني طلعت من تلات ادوار ده اصلا في الرابع، يعني تتكلم مثلا في بتاع 3 شهور مثلا ولا يمكن اقل ولا مش فاكر، بس مش كتير يعني ما شاء الله شغالين بسرعة جدا يعني. انا خلاص داخل على البيت، اطلع كده اشوف احاول اعمل في فيديو ده ايديت كده، ربنا يسهل ويطلع الفيديو كويس، مش عارف في الدنيا فيها ايه. بس النهارده اليوم كان طويل شويه، رحت بدري ساعه اتاخرت ساعه شويه، بس قشطه يعني عادي قدرنا لسه في الاجازه. بس ده كل حاجه للنهارده، تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب، ان شاء الله يكون في فيديوهات ليا قدام حلوه، وشكرا لكل حد اتفرج على الفيديو كله وعمل لايك وسبسكرايب وعمل شير كمان يبقى عمل في الاخير، وان شاء الله ربنا يسهل قدام تكون فيديوهات احسن من كده ان شاء الله. سلام.